من كل شيطان وهام ومن كل غير الله توكلنا على الله. بسم الله توكلنا على الله وما لنا ألا نتوكل وأن يحضرون. أعيذكم بكلمات الله التامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معكم الراقي خير الدين أبو عمران من مدينة أكادير. بالنسبة لهذه العائلة البارح كنتفرج في الفيديوهات وجاني الروبورتاج ديالهم أنهم يعانوا من واحد المشعوذة اللي هي ساحرة كيفما قالت الأخت يعني عودت في الفيديو ديالها بأن واحد الساحرة جات بأن باش ترقيهم جات مغطية بالرقية الشرعية لكنها مشعوذة. شنو وقع لهذه الإنسانة؟ هاد السيدة هادي كيف ما كتقول بلي اختها الصغيرة طاحت وجات هي باش كيقلبوا على شي راقي واحد الجارة ديالهم كاينة هنا قالت لهم بأن هناك واحد الراقية غادي تساعدكم في العلاج. هما داروا في الثقة داروا في ديك الجارة ديالهم الثقة داروا فيها الثقة كاملة لأن جارتهم يعني قالت لهم بأن هذيك السيدة غادي تعالجكم. وهادي ملي جابوا هذيك السيده اول شيء الاخوان يعني النساء كانوا دايرين القران الكريم فلما جات هذيك الساحره مشعوذه طفات لهم بعدا القران الكريم وملي طفات لهم القران الكريم خدمت لهم بعض الطلاسم يعني هما طلاسم طلاميس رموز ارقام حروف عندك شي شيطاني صافي شربتهم بعدا الماء يعني سحر مشروب شربوا كلهم شربوا عندهم الماء كيقولوا بانهم يعني كيشربوا داك الماء ولكن بدون شعور ما كيشعروش. بالنسبه للشيء الثاني هو انها رشات لهم في البيت ديالهم يعني من الفوق لتحت رشات لهم بالسحر المرشوش. هي شنو قالت لهم؟ قالت لهم انا غادي نبطل لكم السحر عندكم في الدار. جابت هي الماء كترش به يعني رشات لهم الدار. الشيء الثالث شنو دارت؟ خدات لهم واحد التبصيل ودارت عليه بعد الطلاسم ديالها ومشات امام الباب يعني العتبه ولاحت هذاك التبصيل باش يتهرس يعني داك التبصيل كيف ما كنقولوا تشتت يعني يسمى بالسحر التشتيت. من هذاك الوقت ديال التبصيل والعائله كلها يعني تلفانه مخربقه يعني مفارقه شي هرب على راجلو شي كل واحد شنو كيقول. المهم بالنسبه لهاد القضيه ديال الناس دخلت عليهم اليوم بفضل الله عز وجل ودرت لهم رقيه شرعيه وشخصنا الحاله ديالهم بانهم عندهم سحر مرشوش في البيت ديالهم هذا اول شيء وعندهم سحر التشتيت العائله وعندهم السحر المشروب. هاد الساحره هادي ملي جات عندهم اكتشفت ثلاثه ديال الناس اكتشفت واحد الاخت هي والابن ديالها انهم زوريين واكتشفت بلي الاخت ديالها ياك الاخت ديالها الاخت ديالك هادي اكتشفت بالاخت ديالها كذلك انها زوريه وبغاتهم بثلاثه بهم باش تخرج بهم الكنوز وتخدم معاهم في اعمال شركيه. هادشي اللي الهدف ديالها. بالنسبه للاخت شنو قالت لك انت هي؟ قالت لك بغيتك تعاونيني في الكنز اذا انت الغرض ديالها منك أن تبحث على الكنز. علاش؟ لأن أنت عندك زورية العين كيف ما كنقولوا كاشفة هي بتخدم عليك الشياطين يعني بتستدرج عليك الشياطين باش يشوفوا ليها مكان ديال الكنز ويبينوا ليها فين كاين وشحال من متر باش تحفر. الطفل الصغير تاعك عنده زورية الدم شنو بغات الطفل الصغير تاعك شنو قالت لك؟ قالت لك جيبي لي ولدك باش نحصنوا لك بالعاني زعما جيبي لي ولدك. بغات هي يعني انت كنتي بدون شعور يعني في هذه القضيه هذه بغات الطفل الصغير ديالها باش ان تجرحه من اليدين او الكتفين باش تهز ليه داك الدم ديالو الزوريه باش تعطيه قربه للشياطين باش تبيه الكنز. فهمتي؟ اذا هذه الساحره هذه ولات كتجي عندهم دائما وكتهددهم كتقول لها جيب لي ولدك جيب لي البنت كاين هادشي ولا ما كاينش؟ دائما كتهددكم انت ولدك. اذا عندك الاوديوات ديالها بانك تقول لك جيبيها يعني تهديدات تهديد دائما. دابا بلوكاتني بلوكاتك دابا غير دابا لا غير ديالك بلوكاتك. المهم بالنسبه للاخوان هاد الناس عندهم سحر مرشوش وسحر مشروب وسحر ديال التشتيت بفضل الله عز وجل ان حاولنا اننا نبطلنا لهذا السحر يعني في البيت من الفوق حتى لتحت كما شافوا الاخوان معنا تسع بقدره الله. منهم واحد السيده قالت لك انا كاع ما كناكلها ثلاث ايام ولا اربع ايام ما هي اربع ايام ثلاث ايام شحال مثل ما كتاكليش من بعد هذا الرقيه شنو جاك؟ جا الجوع. بالنسبه لواحد الاخت كذلك قبل ما نجيو وهي كترعد وخايفه الحمد لله ارتحت النفسيه تاعك ارتحت كذلك الاخت الاخرى
اذا فهاد الساحره هادي غتبقى ديما كتستهدفكم، فهمتي؟ بقى الاخت الاستهداف الكبير، يا باقي الاخت، باقي ديك الاخت مصابه، راه باقي مصابه. اه هي بزاف انت في الاستهداف في العين ديالك. قال لك اكيد اكيد هادشي اعمال شيطانيه، اعمال السحر والشعوذه، بكلام الله عز وجل كلشي كيتعالج. الاخوان تقريبا راه كلهم ولاو مزيان، الاخت وليتي مزيان وليتي بخير الحمد لله، كذلك الاخت الثانيه. اه شتي دابا وليت نفستو، حسيتو بالراحه صح؟ قبل قبل ما نجي كنت كنخوف وتلفانين، حسيتو بالخوف. يعني الاستاذ قبل ما نجيب بالاضافه قبل ما نجي كان يعني كان عندهم واحد الخوف وواحد، الحمد لله دابا راه ولات الاسره مزيان. ما كيقدرش ينزل، يعني هادشي ولا دار فيكم الرعب ودار فيكم الخوف. هو الحمد لله دابا دابا هي باش نعرف لكم هذه القضيه، هناك ساحر اللي كيكون عنده علم بالاسحار، وهناك الساحر اللي كيتخبى في، يعني كيف ما يقولوا كيتخبى في الرقيه الشرعيه، يعني فهمتي؟ يدعي بانه راقي او راقيه، ولكن في نفس الوقت هو ساحر مشعوذ، هي كيبين الناس باش الناس يرتاحوا لهم. هذيك الحركه شيطانيه هذه، يعني قالت لي دات لي هذا الصباح حركه شيطانيه هذه، التماس بالقرين في الصباع ديالك. دابا انتم باش كتحسوا بالراحه؟ حسيتوا بالراحه مزيان بعد ما كان عليكم الضغوطات وكانت عندكم فهمتي؟ يعني كاع معظم الناس كيستعانوا بدوك المشعوذين والسحره، كيديروا طقوس شيطانيه. مثلا كاين السحيره اللي كدير ليها لندن لندن باش تفك ليها، ولا البخور هذه مستعمله طرق. سبحان الله العظيم، يعني عندها خدام الشياطين. هذيك مشركه بالله كافره، ربما كنظن اننا غادي نحاولوا نعيطوا لها، نحاولوا اننا نديروا معها واحد التحدي كبير، ونحاولوا اننا كاع نحيدوها من هذا المكان هذا اللي هي في المزار، يعني جيت اي تملل. ضروري ان كاع المشعوذين خصنا نحاربهم، وانا الحمد لله باذن الله عز وجل غادي نحاول نحاربهم باي واحد، فيما نعرف شي واحد ساكن في شي بلاصه كنحاول انا نمشي ليه باش نحيدوه بقدره الله عز وجل. ومعنا الله سبحانه وتعالى، والحمد لله على سلامتكم، وقت ما احتاجتوني مرحبا، واخا راكم بعادين عليا بزاف، على راسي وعيني، وقت ما احتاجتوني مرحبا. والاخ كذلك اللي جا معنا الصحفي كذلك نشكروه، لانه حتى هو الصحفي تبارك الله ما شاء الله كيجري في الخير، لانه جرى معنا ويعني وطريق وخلى شحال من حاجه باش حتى هو يشارك في هذا العمل ديال الخير. وكنتمنى من الله عز وجل انه يشافي جميع امراض جميع المرضى من المسلمين ان شاء الله. وكنحاول نصيحه من لكم هو انه التقرب الى الله اكثر، يعني من غير ان الانسان كيصلي ويقرا القران، يعني يحاول انه يجتهد مثلا يقرا القران، يستغفر الله عز وجل، يصلي على النبي، فهمتي؟ يعني يحاول انه ينظم حياته. الحمد لله هي جات اليوم بقدره الله عز وجل. لا لا الحمد لله الحمد لله، بعد ما تبطل السحر طلقوا العينين، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، والحمد لله.